نشوف زميلنا كريم احمد من فندق الاقامه ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اتفضل يا كريم. كل التحية لكابتننا الكبير الكابتن أيمن شوقي، وكل التحية لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي العظيم. يا رب إن شاء الله بإذن الله دعوات كل جمهورنا ودعواتك كابتن أيمن إن شاء الله بإذن الله بمشيئة الله الـ11 إن شاء الله تكون في مقر النادي الأهلي بالجزيرة بالإخلاص والجدية والإنكار للذات وروح الفانيلا الحمراء. كل الأمور دي منتظرينها إن شاء الله بإذن الله من لاعبي النادي الأهلي في 90 دقيقة بمشيئة الله إن شاء الله تكون كلها من نصيب النادي الأهلي. مطلوب جدا جدا من اللاعبين التركيز، عدم الالتفات لأي مضايقات. هنشوف أمور عديدة جدا معتادة، عشان كده إن شاء الله بإذن الله الطلب المهم جدا اللي بيطلبه كولر من اللاعبين وأيضا كمان اللاعبين الكبار كابتن سعد عبد الحفيظ، ما ينفعش إن إحنا نلتفت لأي شيء من فندق الإقامة إلى الملعب. أنت مركز فقط لا غير في 90 دقيقة إن أنت ترجع من هنا، عشان الشعب المصري عايز يفرح، جمهور النادي الأهلي عايز يفرح. ده الكلام اللي الكل بيتكلم فيه بمشيئة الله إن شاء الله. كل التوفيق للاعبتنا، اصرار كبير بنشوفه في التدريبات، حماس كبير جدا، تحضيرات العينين ما بتشوفها كابتن ايمن بيبان التركيز وبتبان رغبه النادي الاهلي بمشيئه الله في تحقيق مجد جديد يكتب في تاريخ هذا الجيل. الجيل ده جيل محترم جدا وجيل مميز جدا، حقق ارقام عظيمه خلال الفتره الماضيه. عشان كده ان شاء الله باذن الله كل الدعم والمسانده للاعبي النادي الاهلي النهارده في مباراه هي الاصعب في هذه البطوله، مباراه نهائي في كثافه جماهيريه كبيره. اجواء الحقيقه بتعرض على شاشه قناه النادي الاهلي من توافق جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي على فندق الاقامه. زي ما اكدنا وقلنا ال 2500 تذكره اللي تم تحديدهم لجمهورنا تم نفذها، جمهور النادي الاهلي حريص، ولو في اكتر من كده كمان يا كابتن ايمن جمهور النادي الاهلي يكون حريص ان هو يكون متواجد لمؤازره فريق النادي الاهلي. يمكن كمان جمهور نادي الوداد، انت عارف يعني فندق الاقامه في منتصف المدينه، فيمكن الطرق كلها اللي بتؤدي الى مركب محمد الخامس بيعدي منها جمهور الوداد. امور كلها عاديه طبعا في كره القدم بين الجمهورين، لكن ان شاء الله باذن الله كل التوفيق النهارده للاعبينا. جمهورنا مطلوب منه دور عظيم جدا وكبير جدا في المدرجات، لكن باكد لك واقول لك كابتن ايمن كولر الحقيقه حضر لهذه المباراه بشكل اكثر من رائع. احاديثه الثنائيه الفرديه الجماعيه كل لاعبي النادي الاهلي في التزام في تعليمات بتنفذ بكل دقه. تدريب الامس الحقيقه كان طيب جدا، بان مدى الجديه الكبيره. يمكن كولر ما سابش حاجه في التدريب الاخير الحقيقه، راجل ركز على التكتيك على التمركزات على ازاي ان انت الكره الثانيه تبقى مهم جدا ان انت تستحوذها. انصاف الفرص مهم جدا، انهى التدريب بالركلات الترجيح يعني لعل وعسى. طبعا اللي بنامل ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحسم هذه المباراه في خلال 90 دقيقه فقط. عشان كده باكد لك واقول لك الامور مطمئنه جدا حتى هذه اللحظه، لكن منتظرينها في 90 دقيقه، منتظرينها من تحركنا. تامين الجمهور مهم جدا، بعثة النادي الاهلي تامينها مهم جدا في الملعب. عشان كده ان شاء الله باذن الله كل المناخ الطيب جدا اللي وفره مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي متواجد على راس بعثة فريق النادي الاهلي. يمكن احنا عارفين طبعا الكابتن حسام غالي هو رئيس البعثه، لكن قيمه الكابتن محمود الخطيب الكبيره جدا في هذه المباراه مهم جدا. اعضاء مجلس الاداره متواجدين، وصل الدكتور محمد شوقي الحقيقه صباح اليوم لمؤازره ومسانده لاعبي النادي الاهلي. اجواء عظيمه، بنتمنى ان شاء الله باذن الله النهارده تكون فرحه عظيمه جدا في مصر ومع جمهور النادي الاهلي. يعني خلاص التحرك اكيد هيكون في خلال لحظات بسيطه جدا الى مركب محمد الخامس اللي بيبعد عن فندق الاقامه من 4 لـ5 دقائق. امور طيبه جدا يا كابتن ايمن، تحضيرات انتهت، التركيز مطلوب، كل الامور خلاص انتهت. يتبقىنا ان شاء الله باذن الله تركيز لاعبينا، تشكير لمستر كولر، تحفيز وحماس ومساند الجمهور للنادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله يوم 11 النهارده هكون البطوله الـ11 في مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.